ليلى وانت برضو ما اتغيرتش ليه؟ عينك زايغه. لا انا بس بمرنها عشان ما تعطلش. طول عمرك دمك خفيف يا فؤاد. يا فاكر يا فؤاد؟ والله ايام فاكر ايام امتحان المحاسبه. فاكر لما بوست ايدك عشان تغششني وانت كنت هتبلغ المراقب عني؟ ما يبقاش قلبك اسود بقى. انا برضه ربنا كرمك. ماشي. انت كنت فاشل في الكليه وبقيت راجل اعمال قد الدنيا. الحمد لله. على فكره انا دارس الاقتصاد والسوق كويس قوي. بقول لك يا فؤاد، ما تيجي نقعد في التراس نشرب لنا فنجانين قهوه؟ لان فعلا انا مشتاق لقعدتك الحلوه. طب ما تيجي نلف اخر 6 لفات الفاضلين. ايه الرخامه دي؟ فندم؟ لا بقول لك حاضر تحت امرك. هم 6 ولا 5 ولا 2؟ 6. طيب عشان اتفضل حضرتك. اتفضل. هاي هوب. ايوه. معقول يا بدران؟ اصل حازم ابني كان يا دوب عنده 10 سنين ساعه لما امه توفت. الله يرحمك يا سوزي، وحشتيني. وابنك أكيد بيساعدك في الشغل. إلا بيساعدني. ياه، ده هو دراعي اليمين. المهم أنت بقى عامل إيه وأحوالك إيه؟ إيه للزود يا كابتن؟ فيش إلا الترابيزة إيه؟ ما الترابيزات كتير قدامك إيه؟ سلمى بنتي يا بدران. أهلا وسهلا. أنا آسف يا بنتي، معلش اللبس هو اللي لخبطني. اهلا وسهلا. عمك بدران كامل عشره قديمه. ماشي. سلمى تبقى كابتن فريق كره القدم النسائيه هنا في النادي. كره القدم؟ ما شاء الله. اللي هي بتاعت ابو تريكا وشيكابالا وكده. ايه ده؟ ايه في ايه؟ فاول؟ بتشرب قهوه عريق يا بابا. هو اللي غصب عليا. لا لا ما ينفعش الكلام ده خالص. احنا هنشرب لبن. وطبعا عارفين ان اللبن ده حاجه مفيده جدا. البيض. البيض بقى بيكمل القيمه الغذائيه. ده انا ما بمشيش من غير بيض. الاقيش ربع جبنه رومي. يا سلام بقى لو ضربت لك شوب كده على الصبح تبقى وحش. فضل فضل. انا لا فضل. معلش قافيني انا. لا 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 لازم تسمع الكلام طبعا. انت مش شايف وشك مخطوف ازاي؟ مين اللي خطف؟ مش عايزين بقى لوك لوك، دي فيها كميه كالسيوم رهيبه. ايش يا بابا؟ حاضر حاضر. وايه لزوم الكالسيوم ده كله واحنا بنسمن؟ اشرب بقى. حاضر. بس بقى انا يا كابتن انا جايه يا فرج. بابا هروح الجيم اعمل تقويه على عضله السمانه. بالتوفيق ان شاء الله. ايه مواعيد الزباله دي؟ على فكرة الكالسيوم ابتدى يشتغل. عايز دول بيضربوا بعض. معلش هي طريقتها ناشفة شوية لأنها دايما في الجيم وفي الملاعب ومع فرج وكده يعني. و كابتن فرج اللي الذهب البنيه في مناخيرها ده خاطبها؟ لا فرج تبقى مدربة الأحمال هنا في النادي. بنت برضه. فرج بنت؟ بنت؟ يا راجل يا فؤاد كنت في مخلوع من ساعتها. للأسف بنتي مش مرتبطة. ولا يهمك يا فؤاد، إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيرزق بنتك بابن الحلال قريب قوي. يا رب، ده يبقى أسعد يوم في حياتي. ويا ريت أعيش وأشوف اليوم اللي يبقى لي حفيد صغير أخده في حضني وأقعد أبوس فيه. أمواه أمواه أمواه. فؤاد أنت كده هتشفطني. اطمن يا فؤاد، في شباب كويسة كتير. أنا عايز واحد يشيل في عينيه، بعد كده أنا أشيله فوق راسي، مش هخليهم محتاجين لحاجة أبداً، دي بنتي الوحيدة. يا عيني عليك يا حازم. أتجوز؟ يا بابا الكلام الغريب اللي أنت بتقوله ده، ده أنت من أسبوع عمال تقول انزل على كل غصن شوية، خليك حر زي الطير، لما حسيت إن أنا بكلم مدحت صالح. يا حازم افهم، أنا يا ابني أنا نفسي قبل ما أموت أشوف لك زوجة. أشوف أولادك، ألعب معاهم وأخدهم في حضني. حازم العمر بيجري يا ابني. يا بابا بس احنا مستعجلين على إيه؟ بقى بعد الصياعة اللي أنت صيعتها في حياتك دي كلها، جاي تقول لي مستعجلين ليه؟ وبعدين يا ابني ما أنا هجيب لك أي حاجة، ده أنا هجيب لك عروسة تفرح، عروسة تشرح القلب. أيوه هو ده اللي باخده منك يا بابا. بص يا بابا أنا مش هسمع كلامك تاني، أنا كل ما أسمع كلامك بلبس بعد كده. المرة دي يا بابا أنا ليا شروط. وأمرني يا سيدي. ايه هي شروطك بابا؟ انت تعرف نانسي عجرم؟ نانسي؟
وفي حد في الدنيا ما يعرفش نانسي. حلو، ايه اللي بيعجبك في نانسي؟ رقتها. إليسا، تسمع عن إليسا؟ إلا اسمع عن إليسا. بتحب ايه في إليسا؟ عينيها. هيفا دي بقى بيعجبني فيها كلها على بعضها. حلو، انا بقى عايز هيفا على نانسي على ليسا مضروبين في الخلاط كده هوب تطلع عروستي. موضوع صعب، انا عذرك انا عارف. هو ايه اللي هيفا وليسا ونانسي؟ انت عاوز واحده تتجوزها ولا تعمل لها شريط؟ يا ابني انا بكلمك في جواز ومسؤوليه. بقول لك يا بابا من الاخر، حلوه ولا مش حلوه؟ يو يا حازم بقى، حلوه ايه ومش حلوه ايه؟ الله يا ابني افهم، الجواز ده موده ورحمه. ايوه بقول لك يا بابا، فكك من شويتين دول، حلوه ولا مش حلوه؟ حازم يا ابني، الحاجه الوحيده اللي اضمنها دي قمصان نوم زي ما انت شايفه. ما انا عارفه انهم قمصان نوم، بس من امتى وانا بلبس المسخره وقله الادب دي؟ يا حبيبتي يا نور عيني، ما انت لازم من النهارده تلبسي قمصان النوم دي عشان جوزك. انا نفسي اعرف لو ما لبستيهمش دلوقتي هتلبسيهم امتى؟ ومين قال ان انا عايزه البسهم اساسا؟ ماما فكك من الجو ده، ماليش فيه. يعني ايه مالكيش فيها؟ اسمعي اما اقول لك، انت هتلبسيهم هتلبسيهم، انت سامعاني؟ وبعدين يا حبيبتي ابوكي تعبان وما هوش ناقص ومش عايزين نضايقه، وانت سمعتي بودانك الدكتور قال ايه؟ حاضر يا ماما. يا ريت بقى يا حبيبتي لو تلبسي القميص الاخضر علشان بقى تبقى ليلتكم خضرا. فدلي عروسه، الف الف مبروك. لي مبروك يا عريس، خد بالك منها. هنمشي بقى ولا ناويين نقعد مع بعض؟ لا لازم احنا نمشي بقى ونسيبهم مع بعض هم. ما تنساش بقى يا حازم. مبروك يا عريس، خلي بالك من عروستك. ها وما تنساش طلع من مناخيرك. حاج طلبة، يا الدنيا بتمطر عندك ولا ايه؟ عاوزك تبقى زوج مثالي معاها، رايق حنين، وتقوم معاها بكل الواجبات الزوجية. هتنامي ببدلة البحر دي؟ عندك مانع؟ لا ما عنديش. طب انت عندك فكرة ان احنا النهاردة في ليلة الدخلة؟ وليلة الدخلة دي كأننا في حالة حرب بالظبط، يعني لازم يحصل اشتباك، بعدين سلاح المظلات يدخل، شوية بوازيك على شوية مدفعية، يعني شوية لطافة كده من الآخر، يعني رومانسية. شوف بقى يا نجم السنين، جو الحب والرومانسية واللفلفة ده ما يتعملش معايا أنا يا بابا. ليه؟ هو انت مش مراتي ولا انا كسبتك في كيس شيبسي؟ اسمع يالا، انا مش هقول لك تطلع تنام بره عشان انا كفاءه، فلو فكرت تعمل اي حاجه كده ولا كده هكسعمك، ولو عايز تنام جنبي تنام بادبك بالاخر. ايه يا جدعان؟ يا نهار اسود، هو انا اتجوزت اختي في الرضاعه؟ يا ساتر يا رب. واضح ان انت مكسوفه. بص بقى، عارفه لو شربت الكاس ده وضربت الجوب ده هتشوفي بكحم قدامك. خمره ومخدرات؟ تعرف يلا لو ما كنتش جوزي كنت بلغت عنك. يا نهار اسود، هو انا اتجوزت مرشد ولا ايه؟ لا متجوز كابتن يا امور. وانسى بقى ليله الدخله والكلام ده، عشان انا عندي اساسا عذر يخليك ما تقربليش. ايه؟ هو ايه ده اللي يخليني ما اقربلكيش؟ يعني عذر قهري. عذر قهري، والحاجه والدتك عندها معلومه بالعذر القهري ده؟ عارفه. ده ايه الصدفه الغريبه دي؟ طب ما كنا عجلنا شويه. اديك شايف كل حاجه جت بسرعه، وكفايه لوك لوك بقى عشان عايز انام. ايه ده؟ ما تنام. هتنيل انام.
مش عايزه مخدات؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا ساتر، انت قايمه من عيا ولا ايه؟ بتقول حاجه؟ لا لا، بقول ان انت يعني نفسك مفتوحه بالف انا وشفا. مش بلعب وبتمرن، لازم اتغذى. ربنا يكون في عونك. الحقيقه طبق متكامل فيه كل انواع الفيتامينات. ده ايه ده كمان؟ ده بيض وده لبن. دي وجبه غذائيه متكامله فيها كل العناصر المحتاجها الجسم. وانت مش مكفيك ال 3000 عنصر اللي في طبقك دول؟ وبعدين بالنسبه للكيكه اللي انت بتعمليها دي ما تعمليش حسابي فيها، علشان انا البيض بيعمل لي حساسيه. ماشي يا ماما، ماشي حبيبتي، باي باي. انا مش فاهمه الناس اللي بتلبس مايوهات كده عادي بيلبسوها ازاي يعني؟ دي سفاله وقله ادب. يا ستي هما جايين معرض الكتاب، دول قاعدين على حمام سباحه، عايزاهم يلبسوا ايه؟ جلاليب. طب لما انت فالح قوي كده ولابس مايو، ما تظبط جسمك الاول. فين التعبيس؟ فين المحابيس؟ لا 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 حاسبي، انت بيغور الجو الشحات مبروك والعيال دي؟ لا لا خلي بالك، انا العضل عندي بتنمو لجوه، والعمل بقى انا بقضي نص يومي في الجيم. يا عم ده انت اخرك اتنين ضغط وتفيص، هزق جدا يعني. على فكره انا غبي، ما تستفزنيش علشان انت ما تعرفيش قدراتي. طب على العموم انا رايحه الجيم دلوقتي، ما تيجي معايا يا عم البق كده عشان توريني قدراتك دي. انا عايزك تجيبي اخرك معايا. اتفضلي. ماشي اتفضلي. هخش بنش فلات، شايلني. فعلا تمرين البنش فلاش ده مفيد جدا لعضله الشيست. بليريك بنش فلاش ايه؟ اسمه فلات؟ وبعدين ايه العبط ده؟ بتاع بنت اختك دي ولا ايه؟ ما تروح يا ابني تجيب وزن اتقل. اتقل من كده؟ ان شاء الله. ربنا يكون في عونك، شد حيلك. وده ايه بقى ان شاء الله؟ اسلك بيه اسناني؟ روح يا ابني هات ال 16. كابتن عمر، ممكن بعد اذنك تشيلني 16 لو سمحت؟ وانت ما شيلهاش ليه يعني؟ اصل انا عامل فتاء. فتاء؟ لا مش عامل فتاء بسرتي من 3 شهور. الله يخليك، الله يخليهم لك. مالك؟ في ايه؟ انت كويس؟ ما فيكش حاجه؟ انت كويس؟ انا تمام زي الفل. الله يخليك، توكل على الله. انت بتضحك ابوت بوتاجاز. لا ابوت ايه ده، انا بالمره قلت اعمل تمرين لعضله السمان عشان كانت شاده عندي شويه. لا والله. انا مضطر استاذن. ها انت رايح فين؟ لا معلش، اصل الجو هنا مش جوي، وبعدين اصل الجيم ده عيالي بتاع ناس مبتدئه، انا بحب الحديد البلدي، الحديد البلدي بتاع الساحات الغبي ده عارفاه. انا هروح بقى الستيم عشان افك عضلاتي واطلع الرطوبه من جتتي. بعد اذنك. ايه ده؟ حد بيشيش جوه ولا ايه؟